الرئيس طبون يلقي خطابا أمام غرفتي البرلمان في التقييم من الأنجازات والمكاسب وتحديدا لمعالم جديدة وأهداف وأفاق جديدة. سأناقش الموضوع أكثر مع ضيوفي الأكارم، ومن المنتظر أن يلتحق بي ضيفي بالأستوديو السيد رضوان خليف رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، وسيلتحق بي كذلك الزميل علي قريشي متابع شروق نيوز. إذن سيجتمع الرئيس عبد المجيد تبون بأعضاء البرلمان بغرفتيه غدا الاثنين، حيث سيلقي خطابا أمام ممثلي الشعب يضمن من خلاله تقييم لحصيلة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة من عهدته الرئاسية عبر مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى تنفيذ التزامات الرئيس عبد المجيد تبون 54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري ضمن برنامجه الرئاسي. لنتقرب أكثر من الحدث نحط الرحال بالمجلس الشعبي الوطني مفدى الشروق الإخبارية الزميلة علي قريشي متواجد هناك. علي قريشي مساءك سعيد، كيف هي أجواء التحضيرات قبيل موعد إلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخطاب للأمة؟ نعم زميلتي وسام طيبوي، مساءك سعيد ومساء سعيد أيضا لمشاهدي قناة الشروق الإخبارية. مثلما قلت في مقدمتك الآن، هي سابقة في تاريخ الجزائر، لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الجزائر المستقلة وأن خاطب نواب البرلمان بغرفتيه نواب الشعب مثلما فعلها الرئيس الثامن في تاريخ الجزائر سيد عبد المجيد تبون. إذن مثلما قلت أجواء وتحضيرات، في الصباح الباكر شاهدنا هنا وصول هنا النواب عن مختلف الكتل البرلمانية المتواجدة هنا بالمجلس الشعبي الوطني، شاهدنا تحضيرات تجري على قدم وساق التي تفصلنا ساعات عن خطاب رئيس الجمهورية الموجه أمام نواب الشعب بقصر الأمم. الحديث أكثر عن هذه التحضيرات والحديث أكثر عن هذا الخطاب الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، ينضم معي سيد علال بوتلجا وهو نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة البناء الوطني. مساءك سعيد سيدي. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم، الآن خطاب رئيس الجمهورية الذي سيكون موجها لنواب الشعب البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني، شهدنا اليوم هنا ساعات تفصلنا فقط عن هذا الخطاب، شهدنا التحضيرات تجري هنا على قدم وساق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقاء سيد رئيس الجمهورية بغرفتي البرلمان يأتي بناء على المرسوم الرئاسي الذي أمضاه سيد رئيس الجمهورية باستدعاء الغرفتين، ومنتظرا يلقي السيد رئيس الجمهورية خطابا للأمة كما جاء في المادة 146 من الدستور، والتي تنص على أن السيد رئيس الجمهورية يمكنه أن يلقي خطابا أمام غرفتي البرلمان. وهذا السابقة يعني التي يريد منها السيد رئيس الجمهورية أن تصبح عادة وسنة حميدة، أين يلقي خطابا سنويا أمام ممثلي الشعب، وهو حدث وطني بامتياز، ووجب أن نثمن هذه يعني المبادرة الكبيرة من السيد رئيس الجمهورية، واللي كما شاهدت يعني منذ اليوم صباحا ومنذ الإعلان عنها يعني الأسبوع الماضي أعطت زخم كبير يعني لسيدات وسادة النواب، وأعطت زخم للمؤسسة التشريعية، وكما شفت اليوم الجميع يعني متحمس للقاء السيد رئيس الجمهورية، ولو أنه المرسوم الرئاسي حدد يعني بوضوح أنه راح يكون يعني خطاب للأمة يسبقه يعني إجراءات بروتوكولية، وهذا ما راح يكون يعني في هذا اللقاء. نعم زميلتي وسام طيباوي، مثلما قلت لك منذ قليل، لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الجزائر أن قام بمخاطبة نواب الشعب، رئيس الثامن في تاريخ البلاد سيد عبد المجيد تبون أبى أن يكسر هذه القاعدة، أراد كسر عدة من الحواجز السياسية والنفسية، شهدنا
في خلال حقبتها الرئاسية لقاءات دورية مع الصحافة الوطنية، شهدنا أيضا لقاءات مع الجالية الوطنية، شهدنا أيضا لقاءات مع الولاة، وأبى أن تكون المرة الرابعة إلا مع نواب المجلس الشعبي الوطني ونواب أو أعضاء مجلس الأمة. اليوم سيد علي البوتلجا، هذا النهج التواصلي الذي انتهجه رئيس الجمهورية مع الجالية والصحافة والولاة وأيضا معكم أنتم النواب، على ماذا يدل اليوم هذا النهج التواصلي؟ شوف، الحقيقة لقاء سيد رئيس الجمهورية وهو منتخب مع نواب الشعب في الغرفتين وهم منتخبون ذو رمزية وأبعاد كبيرة جدا، الذي من خلاله سيد رئيس الجمهورية يعدد من طرق التواصل مثل ما قلت. يشهد للسيد رئيس الجمهورية منذ توليه لمنصبه يلتقي بصفة دورية مع الصحافة الوطنية في لقاءات يأتي منها الكثير، يعني ويستفيد منها الكثير من الجزائريين، حيث يمكنهم الاطلاع على ما يدور في البلاد وخارج البلاد من الرجل الأول في البلاد، يعني من مصدر المعلومة. ثم سيد رئيس الجمهورية ومن خلال الدستور وبعد تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب كان التقى بهما وخطب كذلك فيهما. سيد رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة انطلق في زيارات إلى الولايات من خلال زيارة ولاية الجلفة ثم تندوف في انتظار ولايات أخرى. سيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة كان يتواصل مع الجزائريين، هذه المرة اختار منتخبي الشعب لمخاطبة الشعب الجزائري، وهي يعني خطوة ذات رمزية كبيرة وذات أبعاد يعني وطنية وذات أبعاد تاريخية، اللي من خلالها سيستمع الشعب الجزائري خطاب رئيس الجمهورية أمام ممثله. نعم، سيستمع الرئيس الجزائري إلى خطاب، أو سيستمع النواب البرلمان بغرفته إلى خطاب رئيس الشعب الجزائري. نعم، لخطاب السيد الرئيس من خلال نواب الشعب. نعم، سيستمع الشعب الجزائري إلى خطاب الرئيس عبر نواب الشعب. هذا الخطاب سيكون بمثابة عرض حال لواقع الجزائر الجديدة على مختلف الأصعدة، وسيكون أيضا فرصة هامة لتقييم الإنجازات. ألا ترى أن هذا الخطاب سيكون أيضا فرصة هامة لتقييم الإنجازات، خاصة أنه تزامن مع الذكرى الرابعة لتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد؟ والله منتظر أن خطاب السيد رئيس الجمهورية سيشكل محطة هامة ومحطة ربما لتقديم حصيلة 4 سنوات من الإنجازات في مسار بناء الجزائر الجديدة. هي محطة تزامنت وانتخاب السيد رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر وبعدها تنصيبه في 19 ديسمبر من سنة 2019، وهي محطة تاريخية لأنه جاءت بعد الحراك المبارك وبعدها بدنا في بناء الجزائر الجديدة. هي محطة لتقييم 4 سنوات من تجديد المؤسسات الدولة، كانت بدأت بتعديل الدستور مع الاستفتاء الشعبي ثم تجديد المؤسسات المنتخبة على كل أصعدة ثم كل ما هو إنجازات اجتماعية سياسية دبلوماسية، هي راح تكون حصيلة ل4 سنوات من الإنجازات. وكذلك منتظر أنه خطاب السيد رئيس الجمهورية راح يعطي خارطة الطريق للمرحلة القادمة. احنا ندخل في السنة الأخيرة من العهدة الرئاسية، ومنتظر أنه هذه السنة راح تكون إقلاع اقتصادية كبيرة مع دخول كثير من القوانين والتشريعات حيز التنفيذ، مع الوضع نتاع الأسس اللي كانت يعني في 4 سنوات من تحضير لقاعدة اقتصادية مع مراجعة أسس الاقتصاد الوطني، الكثير من الإنجازات الاجتماعية المتعلقة بتأسيس منحة البطالة كأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، الزيادات في الأجور، الحفاظ على القدرة الشرائية، الحفاظ على كرامة الجزائريين، الكثير من الإنجازات كذلك في مجالات متعددة. حصيلة اجتماعية أيضا، حصيلة سياسية أيضا، بناء المؤسسات أكيد. الحصيلة السياسية تكلمنا قلنا بأنه تنصيب المرصد الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني، كذلك الانفتاح الأحزاب السياسية، المشاركة نتاع الأحزاب السياسية، مشاركة الأحرار في المؤسسات تاع الدولة، الانتخابات الشفافة والنزيهة اللي شهدتها الجزائر لأول مرة كذلك منذ الاستقلال من خلال إعادة تجديد المؤسسات، كلها إنجازات تضاف إلى إنجازات أخرى، لا سيما الإنجازات الدبلوماسية مع قمة الجامعة الدول العربية، مع المصالحة الفلسطينية، مع مواقف الجزائر الثابتة بالنسبة للقضية الصحراوية،
كآخر مستعمرة إفريقية، مع القضية الفلسطينية خصوصا في المرحلة الأخيرة مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، موقف الجزائر من الأزمة الأوكرانية الروسية، موقف الجزائر من أوروبا من إسبانيا وتخليها على الإرث التاريخي نتاعها في الصحراء الغربية، الكثير من المواقف، التقارب الجزائري التركي، التقارب الجزائري الروسي الصيني، التقارب الجزائري الإيطالي بالنسبة للشراكة الاقتصادية، كلها يعني محطات مهمة وأخرى لشهدتها الجزائر. كذلك الانفتاح للمؤسسة المنتخبة مؤسسة البرلمان من خلال مساهمة البرلمان في البرلمان. سيد علال بوتلجاب، في الحقبة الرئاسية للرئيس عبد المجيد تبون شهدنا أنه قد منع المال الفاسد من دخول هذه المؤسسة التشريعية، وفي آخر هذه الحقبة هو الآن يرد الاعتبار لممثلي البرلمان بخطاب بتأسيس خطاب للأمة أمام نواب البرلمان. أنا أقول بأن واحدة من الإنجازات الكبيرة للسيد رئيس الجمهورية بعد تعديل الدستور هي إقرار قانون الانتخابات الذي نص على القائمة المفتوحة، ونص كذلك على منح الفرصة في قوائم الترشح 50% من الشباب أقل من 40 سنة، وكذلك النساء 50% و 30% من الجامعية. لأول مرة يقر قانون الانتخابات أنه أصحاب الشهادات والكفاءات يدخلوا إلى القوائم الانتخابية كمترشحين بهذه النسبة المحددة ب 30%. كذلك بعدها سيد رئيس الجمهورية في كثير من المحطات أشاد بدور المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وقال بأن هذا المجلس لا تشوبه شائبة من خلال ما بذلته الدولة في عهد السيد تبون من محاربة المال الفاسد وقطع دابر المال الفاسد وقطع الطريق على الكثير من الفاسدين والمشبوهين، ويعني مواصلة درب محاربة الفساد بكل أشكاله. وكان سيد رئيس الجمهورية في كل مرة يقول بأنه المجلس الشعبي الوطني لا تشوبه أي شائبة ويتمتع بالشرعية الشعبية، وهذه المرة هذا الخطاب يأتي تزكية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وإقرارا بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسستين كمؤسستين سيادية للدولة، وإقرارا بشرعية المؤسستين وتمثيلهما الحقيقي للشعب الجزائري، وما يحققه اليوم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من تشريعات وقوانين ومقترحات قوانين، ولعب دور كبير في الدبلوماسية البرلمانية وتحضير يعني مواضيع اللي متعلقة بأخلاقة المجتمع من خلال الأيام البرلمانية، المشاركة في الرقابة يعني ممارسة الرقابة الشعبية على أداء الحكومة من خلال لجان الاستعلامية من خلال لجان التحقيق، كلها أدوار منوطة بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تقوم بهما هذه المؤسستين بفعالية كبيرة، وهي مرافقة لمؤسسة الدولة، والكل يعمل في نفس بنفس العزيمة ولنفس الهدف اللي هو بناء الجزائر الجديدة. مثل ما قال زميلتي وسام طيباوي، هذا الخطاب هو إقرار لدور هذه المؤسسة التشريعية، وسوف يضع أيضا المواطن الكريم في صورة دقيقة لأهم الإنجازات. الخطاب أيضا سيد علي البوتلجا سيضع المشاهد أو سيضع المواطن الجزائري في أدق التفاصيل. شوف، الجزائريين كانوا دائما شغوفين لسماع السيد رئيس الجمهورية وسماع خطاباته، لأنه كانت دائما تجيب الجديد ليصب في مصلحة الشعب الجزائري ومصلحة الأمة. أنا أقول بأن هذا الخطاب هو محطة حاسمة ومحطة هامة، ومنتظر أنه تكون فيه ربما قرارات يعني مهمة، ويكون فيه يعني خطاب اللي راح يحمل الكثير من الجديد بالنسبة للمرحلة القادمة بالنسبة للجزائريين. وإحنا متيقنين بأنه قلب السيد رئيس الجمهورية على قلب كل جزائري، ويريد الخير للجزائر ويريد الخير لكل الجزائريين، ويعني التزامه مع الأمة من خلال 54 التزام التي ما فتئت في كل مرة تتحقق، نقول بأن هذه المرة هي كذلك محطة أخرى لتحقيق هذه الالتزامات لتجسيدها على أرض الميدان، ومنتظر أن الخطاب هذا راح يكون دفعة قوية جديدة للمرحلة القادمة. دفعة قوية جديدة للمرحلة القادمة، ودفعة أيضا لأنواب المجلس الشعبي الوطني ولأعضاء مجلس الأمة. والله احنا كذلك نواب الشعب نقدر نقول بانه كنا شغوفين، وفي كثير من الاحيان كانوا زملائنا حتى وجهوا دعوه علنيه للسيد رئيس الجمهوريه للنزول الى قبه البرلمان لابداء يعني او للخطاب هذا نتاعو. هذه المره جات الفرصه، والسيد رئيس الجمهوريه هو اللي حدد الموعد وهو اللي حدد المكان والزمان، وهذه صلاحياته، وهو من امضى مرسوم استدعاء الغرفتين،
ومنتظر أنه هو كذلك رئيس الجمهورية راح ينتهز هذه الفرصة أنه يعطي الكثير من التوجيهات ويعطي الكثير وراح يرسم خريطة الطريق حقيقية للمرحلة القادمة. وإحنا كنواب سعيدين كثير بهذه الخطوة ونشوف فيها بأنه كما قلت يعني إقرار لدورنا الكبير، إقرار لهذه المؤسسة، وكذلك يعني تزكية مرة أخرى لشرعيتها من الرجل الأول في البلاد، وهي كذلك راح تكون محطة تاريخية لأنه أول مرة رئيس جزائري يخاطب الغرفتين بعد سداهما. نعم سيد علي البوتلجا، إشراك المجتمع المدني في الحياة السياسية العامة، خطاب أمام نواب، تقليص صلاحية الرئيس لنواب المجلس الشعبي الوطني، ألا ترى أنه هذا يدخل ضمن التشاركية الديمقراطية وضمن الحكامة؟ والله شوف سيد رئيس الجمهورية في كنف بناء الجزائر الجديدة جاب معه الكثير من الأفكار اللي تصب كلها في الابتعاد على الشخصنة في الحكم، الذهاب أكثر إلى المؤسساتية في الحكم، الذهاب أكثر إلى الديمقراطية التشاركية، مشاركة كل فئات نتاع المجتمع، الشباب من خلال المجلس على الشباب، المجتمع المدني من خلال المرصد الوطني والمجتمع المدني، المؤسسات تاع الدولة المنتخبة من خلال صلاحيتها الدستورية الواسعة، المنتخبون المحليون من خلال قانون بلدية وولاية منتظر أنه يمنح صلاحيات أكبر ويمنح هامش أكبر لتدخلهم في الحياة العامة. الكثير من القرارات كانت تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال أخلاقة الحياة العامة، من خلال الابتعاد عن الممارسات المشبوهة، عدم التراجع والضرب بيد من حديد لكل مظاهر الفساد، وعدم التراجع على محاربة الفساد. كل المظاهر السلبية اللي شفناها في مراحل سابقة يعني تم العمل عليها. الأكيد أنه ما زال ما وصلناش إلى الهدف المنشود، ما زال ما وصلناش إلى الشيء اللي يأمل إليه السيد رئيس الجمهورية ويأمل إليه الشعب الجزائري، ولكن هذا هو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. الجزائر ماشية على الطريق الصحيح، تتقدم من يوم إلى يوم، وإن شاء الله كنا يعني متفائلين أنه القادم أفضل. يعني حتكون المرحلة المقبلة القادم أفضل مثل ما قلت سيد؟ احنا متفائلين، والجزائر نبنيها جميعا، ليس فقط سيد رئيس الجمهورية، نبنيها كمنتخبين، نبنيها كمعينين، نبنيها كمسؤولين، نبنيها كمواطنين، نبنيها كفاعلين في هذا الوطن في الداخل وفي الخارج. أينما تواجد أي جزائري لا مزايدة على وطنية الجزائريين، لا مزايدة على مساهمة الجزائريين في بناء وطنهم، لا مساهمة على حب الجزائر، لا مزايدة على حب الجزائر. أنا أقول بأن كل الجزائريين أينما كانوا مجندون جميعا لبناء الجزائر الجديدة تحت يعني قيادة رشيدة للسيد رئيس الجمهورية، وتحت الممارسة السيدة لمؤسسة الدولة في إطار ما يمنحه الدستور من صلاحيات. سيد علاء البوتلجا نائب المجلس الشعبي الوطني، شكرا جزيلا لك على هذا النقاش المستفيد وعلى هذه المداخلة القيمة. إذن مثل ما استمعت زميلتي وسام طيباوي، الكل مجند هنا لبناء الجزائر الجديدة. نذكر على أن خطاب رئيس الجمهورية خطاب الأمة سيكون يوم غد إن شاء الله في حدود الساعة 2 زوالا بتوقيت الجزائر. هذا الخطاب هو خطاب دستوري جديد سنه دستور 2020، حيث يحق لرئيس الجمهورية أن يلقي خطابا موجها لنواب البرلمان، وذلك في المادة 150 من الدستور في فصله المتعلق بالبرلمان. هذا الخطاب من المنتظر أن يكون بمثابة عرض حال لواقع الجزائر على مختلف الأصعدة السياسية الاجتماعية الاقتصادية، وسيكون أيضا محطة هامة لتقييم الإنجازات، خاصة وأن يتزامن هذا الخطاب مع الذكرى 4 لتنصيب رئيس الجمهورية كرئيسا تامنا في تاريخ الجزائر المستقلة. نذكر على أن نواب البرلمان بغرفتيه سيلتقون يوم غد لأول مرة منذ 15 سنة، وذلك في 2008 سيلتقون في هذا الخطاب الذي يعده هو سيكون نهج تواصلي يضع فيه رئيس الجمهورية أوضاع الجزائر وحال الجزائر أمام نواب الشعب باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشارع الجزائري الذي لطالما ينتظر خرجات رئيس الجمهورية في مثل التحدث عن أهم القضايا التي تعيشها الجزائر. نذكر على أن الخطاب سيكون يوم غد بقصر الأمم بنادي الصنوبر بقصر الأمم في حدود الساعة على ما أظن 2 زوالا، أين سيلقي رئيس الجمهورية خطابا لنواب مجلس الشعب الوطني وأعضاء مجلس الأمة
زميلتي وسام طيباوي، هذا ما كان في جعبة لنهر اليوم. رصدت لك الأجواء والتحضيرات هنا قبل ساعات عن هذا الخطاب التاريخي في تاريخ الجزائر المستقلة. زميلتي وسام طيباوي، عودة إليك استكمالا لباقي أخبارك الوطنية. علي قريشي، شكرا لك جزيل الشكر على المعلومات التي وفيتنا إياها. متابعي الشروق الإخبارية، ورحب بكم من جديد. تتابعون الظاهرة الإخبارية في ملف نقاشها الأول والرئيسي. الرئيس عبد المجيد تبون يخاطب الأمة في عرض لحصيلة الالتزامات أمام ممثلي الشعب. البرلمان بغرفته غدا الاثنين على موعد مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقييم الإنجازات والمكاسب وتحديد معالم وأهداف مسطرة جديدة. وناقش الموضوع مع ضيف الكريم الذي التحق به في هذه اللحظات الأستوديو المركزي، السيد رضوان خليفة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. ورحب بك معنا، مساء الخير سيد. شكرا، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا سأبحث معك أولا في شق الخطاب، في دلالاته أقول ورمزية الخطاب للأمة التاريخي كما سبق وأشار إليه الزميل علي قريشي. شكلت فترة رئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية طابعا استثنائيا في إطار الأشواط المعتبرة الذي قطعها، سواء في مسار الإصلاحات الشاملة أو في إطار التقرب للمواطن وتكريس آليات جديدة للتواصل معه في لبناء جديدة. وصلنا لخطاب الأمة عبر ممثلي الشعب، كيف تقرأها من جانب الدلالات والرمزية؟ نعم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصر ويقر دائما على التقرب من مواطن أو مواطن جزائري، كان ذلك عبر عدة لقاءات صحفية مع الإعلام. واليوم بعد مضي 4 سنوات على تعليها سدة الحكم، هو اليوم يخاطب ممثلي الشعب بغرفتيه، هذا لأولا إدلاء بحوصلة وإعطاء النظرة الاستراتيجية للدولة الجزائرية والبرنامج والعهود التي تعهد بها أمام الجميع خلال انتخابات برنامجه الرئاسي. نعم، خلال انتخابات 2019. إذن اليوم رئيس الجمهورية سيسدي كذلك التعليمات، سيكون له خطاب موجه للشعب عبر هذه الغرفتين، وهذا التكريس كذلك لممارسة سياسية شفافة تعبر عن النية الحسنة لرئيس الجمهورية والإرادة الإيجابية القوية للدولة الجزائرية عبر كل مؤسساتها، سواء كانت المركزية أو المحلية، لتحسين المحيط المعيشي للعائلة الجزائرية وإعطاء آفاق للشباب سواء كان في الداخل أو في الخارج، لأنه يؤكد دائما على ربط الجسور، اتصال وتواصل ما بين الدولة الجزائرية وجاليتنا في الخارج عبر كل ربوع العالم. طيب، لما نتحدث اليوم عن أبرز المحطات التي وقف عليها الرئيس عبد المجيد تبون، العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدر فيها أمس المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه الاثنين المقبل، حيث جاء في المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان أنها ستكون سنة حميدة، يعني كل سنة وجباء على أو سيلقي فيها رئيس عبد المجيد تبون خطاب للأمة عبر البرلمان بغرفته. حسب مراقبين يؤكدون أن قرار رئيس الجمهورية بتفعيل هذه المادة الدستورية 150 من الدستور التي تؤكد أنه يمكن لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلقاء خطاب إلى البرلمان، يؤكدون أنه من شأنه تعزيز الجبهة الاجتماعية بالتواصل من رئيس الجمهورية أعلى هرم بالسلطة للمواطن عبر ممثلي الشعب. من الدلالات اليوم إلى أي مدى ستعزز هكذا خرجات وأدوات اتصالية الاتصال بين الرئيس عبد المجيد تبون والمواطن؟ كما لاحظنا كذلك قبل هذا الموعد الهام، رأينا نزول رؤساء الحكومة المتعاقبين إلى قبتي البرلمان بغرفتيه، و
كذلك الإدلاء بالحوصلة على البرنامج والأداء والنتائج والاستماع إلى ممثلي البرلمان بغرفتيه لانشغالاتهم والأطروحات التي كانت عبرهم من طرف الشعب الجزائري في كل ربوع الوطن. هذا اليوم هو سأقول نتيجة الإصلاحات السياسية اللي اعتمدتها الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية في بداية المشوار، أين كان هناك تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، هذا حتى نثري برلمان يكون ذو جودة وبإمكانه يكون، يعني هو أول قناة تواصل بين بعد الجماعات المحلية بين المواطن الجزائري في آخر نقطة من ربوع الوطن وأعلى نقطة في هرم السلطة وهي رئيس الجمهورية. إذن اليوم رئيس الجمهورية أطلق عدة مشاريع، عدة مخططات أهمها النهضة الاقتصادية، بغية تحول اقتصادي اجتماعي يصب في صالح العائلة الجزائرية والشاب الجزائري لرسم آفاق واعدة، أولا تبعث الأمل، تبعث الثقة، تعيد بناء جسور التواصل بين المواطنين والمؤسسات سواء كانت المركزية أو المحلية. طيب سأبعد كذلك في إطار الجزائر الجديدة وتكريس الرئيس عبد المجيد تبون في حرصه على التأسيس لديمقراطية جديدة، اليوم في إطار عرض للحصيلة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سواء من سلسلة الإصلاحات المعمقة والورشات المفتوحة، إلى أي مدى برأيك طبق الرئيس عبد المجيد تبون التزاماته 54؟ قطعنا عدة أشواط نعم. إيجابية، ولا يجب أن نغض النظر عن عامين من عهدة الرئيس التي كانت كذلك أزمة عالمية ألا وهي وباء كورونا، أين كانت الجزائر عبر مؤسستها المعنية يعني حافظت على صحة المواطن ومكنتنا من الخروج من هذا يعني الضرر بأقل تكلفة، يعني قدمنا خدمة صحية وجندنا كل إمكانيات الدولة أيا كانت دون انهيار المنظومة الصحية، هذا شيء مهم. وأين لاحظنا يعني طابع تضامني للشعب الجزائري، موظفي الدولة، حتى الدولة في حد ذاتها، هذا كله جاء بعده الإصلاحات الاقتصادية. الإصلاحات الاقتصادية وقبل كذلك إرساء مرصد الوطني للمجتمع المدني، نعم. إرساء المجلس الأعلى للشباب، نعم. اللي هما آليات اليوم لما نتكلم على نظرة جديدة للديمقراطية التشاركية، يعني إدماج المواطن الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة يعني في اتخاذ القرارات التي تخصه بالدرجة الأولى. يعني اليوم فتحنا قنوات رسمية مدسترة للمجتمع والشعب الجزائري حتى ينخرط في هذا العمل لبناء يعني نموذج اجتماعي واقتصادي يكون في حدود طموحات سواء كان الموظف الباحث عن الشغل أو حتى المتعامل الاقتصادي. أثري قانون استثمار، صححت الكثير من النصوص التطبيقية التي كانت لا تتماشى والنظرة الاقتصادية للدولة الجزائرية وحتى المتعامل الاقتصادي والمستثمر الجزائري المحلي وحتى المستثمر الأجنبي اليوم بغية الولوج إلى أسواق إفريقية عربية أوروبية عالمية، تمكننا من فتح فرص الاستثمار خاصة للشباب فيما يخص اقتصاد المعرفة، المؤسسات الناشئة التي تعتمد الابتكار، إذن خلق مناصب شغل، إعطاء آفاق للطلبة خريجي الجامعات بإشراك هذه الأخيرة في التواصل بين مؤسسات الدولة ومتعاملين الاقتصاديين، بغية بلورة ورشات تفكير وورشات إدماج لهذا الطلبة في نحاية الشغل حتى لا يصبح اليوم آفاق الطالب تنحصر فقط في وظيفة في القطاع العمومي، بل نحفز اليوم هذا الطالب أن يرى نفسه كرائد أعمال مقاولاتي وهو في مسار الدراسة. طيب برأيك اليوم لما نتحدث عن تسطير أهداف جديدة
يعني حتى أن الرئيس عبد المجيد تبون مع سلسلة الورشات المفتوحة منذ اعتلائه سدة الحكم، الورشات لا زالت تفتح يعني لحد الساعة، واليوم نبحث عن لجنات أخرى جديدة تضع كحجر للأساس للعديد من البرامج لتطبيقها، طبعا دفعا بعجلة نمو وازدهار البلاد. اليوم لما نتحدث عن تقييم الإنجازات من جهة وتحديد معالم وأفاق جديدة، من هنا نلتمس أن نية الرئيس للإصلاحات لا زالت واضحة ومبنية، وورشات إصلاحات أخرى تلوح في الأفق. قرر رئيس الجمهورية أن تكون هذه العهدة هي عهدة إصلاحات بالدرجة الأولى وعهدة تغيير سلمي وسلس، تغيير اقتصادي اجتماعي. اليوم نتكلم عن استقرار اجتماعي وفتح آفاق، إذن هذا يمشي عبر تدرج. ستكون هناك عدة محطات، رأينا عدة محطات أين كانت هناك مشاريع استراتيجية. لما نتكلم عن المشاريع الاستراتيجية نتكلم على محطات تحلية المياه، إعادة تكرير المياه المستعملة، كذلك نتكلم على رفع الغبن على مناطق الظل بمخططات استعجالية، التوزيع العادل للتنمية المحلية عبر كل ربوع الوطن. إذن هذا يكون تدريجيا وعبر محطات، ورأينا ملامح يعني نجاح هذه المخططات على أرض الواقع. هناك الحفاظ كذلك، وهذا ليس بالسهل اليوم في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية كبيرة سواء في المنطقة أو في العالم، أن نحافظ على الطابع الاجتماعي لسياسة الدولة الجزائرية. أين رأينا رفع الأجور، تعزيز منحة المتقاعدين، منحة البطالة للشباب، اليوم منحة للمرأة الماكثة في البيت، تعزيز السند بالنسبة للفئة المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة، أخذ بعين الاعتبار الإشغالات المستعجلة للجالية الجزائرية في الخارج. أين رأينا تسهيلات فيما يخص استرجاع الجثمان من الخارج. إذن اليوم إصلاحات وورشات كبيرة فتحت بالتوازي، يعني هناك مخططات قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى، أين رأيناها فتحت بالتوازي. هذا لأن الدبلوماسية الجزائرية وسياسة الرئيس تأخذ بعين الاعتبار بشكل كبير التهديدات اليوم الموجودة واللي شفناها، أين الأحداث والزمن أعطت الحق للاستشراف الدبلوماسي الجزائري فيما يخص عدة تحولات جيوسياسية وأزمات والتهاب شريط الساحل. اليوم رأينا ما يرى في فلسطين الشقيقة، نعم رأينا إعادة تموقع عدة قوى عربية، رأينا الأصدقاء والصديق العدو الذين انكشفوا اليوم، وبالتالي اليوم تعزيز النسيج الاقتصادي كان هذا من النقاط التي أثريت في دورة جامعة الدول العربية في 1 نوفمبر 2022، أين تكلمت الجزائر استغراب الجميع عن لم شمل النسيج العربي المجتمع العربي، وكذلك إنشاء نسيج اقتصادي متكامل بين الدول العربية لوضعها في مأمن ستكون بمثابة جدار واقي، ووضعها في مأمن من مخططات خبيثة للوبيات اقتصادية عالمية تعمل لحساب معسكرات سياسية تريد الهيمنة على الدول العربية والدول الإفريقية. وهذا ما ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلاله بيان حول الوضع السائد العام في البلاد وحصيلة الإنجازات والمشاريع التي تحققت خلال السنوات الأربع من عهدته الأولى في مختلف المناحي السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الثقافية الرياضية الدبلوماسية وكذا السياسة الخارجية للبلاد كما سبق وأشرت إليه سيد رضوان خليف، مع تحديد آفاق السنة الموالية طبعاً
حتى لا تخفى هكذا نقاط مهمة جدا في نقاشنا. سيد رضوان خليف رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معي بالأستوديو. غدا إن شاء الله نحن على موعد طبعا مع خطاب الأمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر أو أمام ممثلي الشعب. شكرا لك جزيل الشكر سيد رضوان خليف.